خلونا كمان نسمع الواحد من اعضاء اتحاد كرة القدم من المحترمين اللي هو صاحب الانجاز برضو اللي هو وصلنا كاس العالم، كابتن مجدي عبد الغني، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي، ازيك؟ كابتن مجدي، ازي حضرتك؟ خلينا الله ندخل في يخليك. الموضوع. على ايه رأيك يا كابتن مجدي؟ كل يوم هجوم شرس على اتحاد الكرة، لازم يمشي، انتوا هتعملوا ايه يا كابتن مجدي؟ والله هو طبعا المفروض ان احنا لما وصلنا كاس العالم 90 الشعب المصري قاعد في حدود شهرين يمكن او 3 شهور فرحان وسعيد ومحدش بيتكلم غير على الانجاز دوت، ويمكن ساعتها الدوري اتوقف واتلغت الكوره والانديه حصل لها مشاكل، وعشان كده كان الانجاز فضل عايش. لكن احنا طبعا عندنا دوري ومفيش شك التزامات، وبعد المباراه شغلنا الدوري عادي زينا زي الدول المحترمه يعني. فواضح ان في ناس صعب عليها ان احنا وصلنا كاس العالم. واضح ان في ناس زعلت ان مصر راحت كاس العالم وان احنا حققنا انجاز. وضح لي اكتر يا كابتن، انا عارفك صريح، بمعنى تقصد ايه ومين الناس لا دي؟ ما انا خلينا انا نفهم. انا انا ما هو انا بقول لك الناس اللي هي بتتكلم على بدات تتكلم على اتحاد الكوره، وبدات تتكلم على ان لازم يبقى في انتخابات، وبدات تتكلم على يعني الكلام ده لم يكن واردا اطلاقا. ولو عندك في تسجيل للمهندس خالد عبد العزيز كان بيتكلم فيه قبل التصفيات واحنا في تصفيات كاس العالم على ان اتحاد كره القدم هو الاتحاد الوحيد اللي وفق اوضاعه طبقا للقانون، وان هو الاتحاد الوحيد اللي اقام انتخابات، وهو الاتحاد الوحيد اللي عمل جمعيه عموميه غيرت من اللائحه بتاعته وعملت لائحه خاصه، والاتحاد الوحيد اللي عمل انتخابات في عز ما كل الاتحادات كان ممدود لها لحين الانتهاء من القانون. طب ايه اللي غير فطبعا الموقف؟ اتغير ليه يا كابتن مجدي؟ والله بقى ما اعرفش الموقف اتغير ما اتغيرش، احنا كاتحاد كوره وكاعضاء مجلس اداره اتحاد كوره متمسكين بالبقاء المده القانونيه اللي الجمعيه العموميه اللي هو القانون الجديد كله بيتكلم على الجمعيه العموميه وحريه الجمعيه العموميه، وان الجمعيات العموميه هي اللي تقرر. فالجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم قررت ان احنا نكون موجودين 4 سنين من شهر 8/2016 الى شهر 8/2020. تمام. فلابد ان نحترم قرارات الجمعيه العموميه وما نرجعش في كلامنا. ولذلك احنا لا يوجد عندنا كاعضاء مجلس اداره الاتحاد نيه اطلاقا لتقديم استقالات. والله لو في حاجه غلط وعايزين يمشوا الاتحاد محدش يقول لنا قدموا استقاله. عايزين يمشوا لو قانوني ان احنا نمشي ومفيش مشاكل على كره القدم والاتحاد الدولي مش هيتدخل ومش هنوقف كره القدم في مصر، وبعد ما وصلنا لكاس العالم يبقى في مشاكل دلوقتي تثار، يبقى اهلا وسهلا. انما لو في ضرر لكره القدم يبقى اللي هيلحق الضرر بكره القدم وبتجميد النشاط هم الناس اللي بينخوروا دلوقتي. هتتهم ولما بتقول تجميد نشاط هيقول لك بعدم الوطنيه وانت مش وطني لا لا والكلام. لا 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 مش وطني، مش وطني ازاي؟ اذا كان امال هو وطني اللي بيتكلم في كلام زي ده دلوقتي التوقيت ده، هل هو وطني؟ هو مش وطني اصلا. صح يعني هو مش وطني، يعني اي حد يتكلم فيه ان اتحاد الكوره و و و و هو مش وطني. احنا النهارده المفروض بنستعد للمباراه الاخيره في تصفيات كاس العالم، وبعدها بنستعد للتصفيات الامم الافريقيه، وبعد كده بنعمل برنامج عشان مباريات وديه نبتدي نجهز فرقتنا للوصول لكاس العالم واللعب في كاس العالم، ونكتشف مجموعه جديده من اللعيبه اللي ممكن تصلح انها تروح لكاس العالم. فيعني مين بقى اللي عايز يوقف مسيره الانجاز اللي معمول؟ يعني ده كابتن مجدي، خليني اسالك جمله واضحه برضو، عايز اعمل ربط كده سريع واستغل وجود حضرتك معايا. اتحاد الكوره بيشرب من نفس الكاس بتاع الاهلي دلوقتي؟ لا
الاهلي يقول لا، الموضوع مختلف، لان الاهلي اتمد لمجلس الاداره. مجلس الاداره قرر انه يعمل انتخابات، وفي انتخابات خلاص تم فتح باب الترشيح والاعلان عن ميعاد الانتخاب. فده موضوع وده موضوع مختلف تماما. انت النهارده لما جينا ننزل انتخابات ما قلناش هننزل انتخابات لمده سنه، وما يصدر القانون هنعمل انتخابات. ما كانش حد فينا دخل انتخابات خالص. كنا استنينا لما القانون يصدر، وكان مجلس اداره جمال علام كمل، واخد بال حضرتك، وتمدله زي ما كل الاتحادات تمدلها، وقعد اذا كان ده كان قانوني. انما بما انه لم يكن قانوني، وبما اننا دلوقتي احنا في موقف قانوني مختلف تماما، وان الاتحاد الدولي جه راقب الانتخابات، فعلى المسؤولين ان هم يجدوا مخرج. اللي حطينا في المأزق ده مش احنا اللي كتبوا القانون، واللي عملوا اللائحه التنفيذيه، واللي و و و و والناس اللي موجوده. احنا لم يتم استشارتنا في اي حاجه. يعني انا موجودين من شهر 8 2016، لم يتم دعوتنا لمناقشه القانون او ايه ده. انتوا كم هو انتوا ما رحتوش؟ طب لما انتوا ما رحتوش والاهلي ما راحش والناس اللي هي الاسماء الكبيره، امال مين اللي راح؟ اللي راح ومين ما اعرفش مين اللي راح ومين اللي عمل. فيعني على المسؤولين ان هم يتريسوا، وانهم يعني احنا قاعد معانا الباشمهندس خالد امبارح الحقيقه بيقول انا ما اقصدش ان في انتخابات، ويعني التصريحات اللي أدلى بيها. ما هو اول ما طلع الراجل يعني مش ما يقصدش، المفرمه اشتغلت على الاتحاد الكور. ما هو لا، ما يعني ده بص، المفرمه مش هيعملها غير حد مش حابب وكاره. احنا مش عايزين نمشي ورا الكارهين. تمام. عايزين زي ما يحدث دلوقتي. النهارده احنا مصر استقرت الحمد لله، وعندنا رئيس جمهوريه قدر انه يأمن مصر وينقذها من مشاكل كتيرة. انت لو تفتكر كنا بننزل الشوارع عشان نأمن بيوتنا وشققنا، وكنا بننزل وكان الكهرباء بتتقطع، وكانت الدنيا راحة في داهية. النهارده لما يبقى في استقرار، ويبقى لازم نقول للي عمل كده متشكرين. ما ينفعش ان احنا انا وصلت لي وصل لي كلامك. انا كنت بتكلم من شويه، بس حاجه اخيره، عارف انا زعلان ليه على الموضوع ده كله؟ لان انت كنت بتقاتل تطلع رئيس بعثه، وتبقى لعبت كاس عالم وجبت جون ورئيس بعثه كده الدنيا. لا 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 لا، محدش هيسرق مجهودنا. خد بالك، لن نسمح لمخلوق انه يسرق مجهود هذا الاتحاد. احنا من ساعه ما جينا احنا عملنا عقد رعايه لاتحاد كره القدم بمبلغ غير مسبوق في تاريخ كره القدم المصريه. عملنا جبنا للانديه الدرجه الثانيه 33 مليون جنيه لاذاعه مباريات الدوري الدرجه الثانيه، ووزعنا فلوس على الانديه لانها محتاجه هذه الفلوس ومحتاجه هذا الدعم. تمام. عملنا انجازاتنا، وصلنا نهائي بطوله افريقيا، رحنا كاس عالم. طب عايزين انجازات اكتر. خليني اقول لحضرتك على حاجه عشان ابقى يعني مع بعض في علم الاداره، زي هو ده اللي انا بقوله من سنين. عملت انجازات وعملت حاجات كويسه، وكان في اخفاقات، وكان في قرارات خاطئه، وكان في قرارات صحيحه. ما هو في الاداره كده، مش كل القرارات أيوة صحيحه ولا كل. النهارده لما تيجي تتكلم على ايه اللي اخطانا فيه وايه اللي عملنا احنا. لا، كاس عالم دي كاس عالم انت بتتكلم فيها يا كابتن مام. سيئاتنا بكتير. كاس عالم دي تخلص اي حاجه، تمسح اي حاجه. يعني كاس عالم يا كابتن مام، يعني طبعا يعني بص ان شاء الله الامور ماشيه، واحنا على قلب رجل واحد في الاتحاد، واحنا ما عندناش واحنا بنساند الحق. ما هاني ابو ريده ومجلسه لازم يكمل، وقولا واحدا عشان وصلنا كاس عالم. يا شادي، اللي عايز يمشينا من غير ما يقول لنا قدموا استقالات. لو في ايده انه مشينا يبقى في ايده انه قعدنا، انت واخد بالك؟ فيعني الناس لابد انها تعيد ثباتها، والحاقدين لابد انهم يعني يهدوا شويه، وما يبقاش الحقد واضح بهذا الشكل. عشان يعني احنا الحمد لله الجماهير كلها معانا، والناس كلها مستندانا، والانجاز اللي احنا عملناه اسعد مصر كلها. احنا ليه بنحب نزعل؟ ليه دايما بنحب نحط تراب
على الاكل اللي بناكله. ليه دايما الحاجه الحلوه اللي بنعملها بنرمي عليها تراب؟ احنا المفروض ما زلنا في فرحه الوصول للمونديال والفرحه الوصول لروسيا، والناس دلوقتي كلها بتتكلم على التذاكر وعايزه تروح تتفرج على المنتخب وعايزه تسافر روسيا وعايزه، والحجز لو بصيت على الحجز على الانترنت على الثلاث ماتشات بتوع مصر كلهم يعني في اكتر من 2 مليون مليون ونص دخلوا عشان يحجزوا التذاكر. طب عايزين ايه اكتر من كده؟ نجاح، وعايزين اكتر من كده كابتن فرحه للشعب كابتن المصري يعني. كابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد كره القدم، بشكرك على كلامك اللي انت قلته، وانا بحب دايما لما بيبقى في مشكله تدخل تواجه، تدخل تتكلم وتفتح تليفوناتك والكل يواجه والكل يتكلم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن مجدي.